اتفضل يا فندينا. اتأخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟ اخبارها تضايقك. قولي. خالك. اشمعنى؟ جالي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خال مين؟ خال انا راح للنوح؟ جالي واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خال يمكن بيلعبهم؟ انا متأكدة من اللي بقولهولك، ومن يومين كمان جالي النوح واحد حاسة ان انا شفته قبل كده، بس مش فاكرة شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجة، لكن لو شفته مرة تانية ممكن أعرف. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخل يا خال؟